بنات هل نعيد هذا الموضوع؟ ديانا والتدريب. فتيات لن يكون هناك تدريب اليوم وأيضا يجب أن نحسن دراستنا. فتيات لم أفهم هذا الدرس أبدا. لقد أخبرتكم فتيات هذا الاختبار كان سهلا. أجل. بنات انظروا لحقيبتي، لقد اشتريتها في التخفيضات اليوم. إنها رائعة. كنوبا هل تنظرين للحقيبة؟ أجل رائعة. فتيات لا أعلم لما يتباهون هكذا. لقد سئمت من تباهيهم هذا. حسنا بنات دعونا لا نعيرهم اهتماما لنذاكر درسنا. بنات يمكننا أن نذهب للتسوق غدا ونشتري نحن ثلاثة نفس الحقائب، فنحن صديقات. هذا رائع كنوبا. لا أعلم، أنا لا أحب الحقائب السوداء، أريد شيئا براقا. مرحبا يا جميلة، هناك العديد من الأعمال الترفيهية في انتظارك في مدينتي. استوديو طلاء الأظافر، صالون المكياج، صالون تصفيف الشعر، وقد تم إنشاؤهم بواسطة محترفين. رائع أليس كذلك؟ وبالطبع التسوق والعديد من الأشياء الأخرى. اكتشفي نفسك، تعالي واستمتعي، ابدأي اللعبة، وجهيني كما في الحياة الحقيقية. اسمعي كنوبا، الحقائب البراقة تحملها فقط الفتيات التي تتباهى، ونحن في إيران لا تنسي هذا. كنوبا هيا، يجب أن أمشط شعري. كنوبا هيا. تعلموا أن تتمشوا بحذر. ناسيا اهدئي. نحن دائما حذرات. طب لقد أغضبوني، لقد أفسدوا مزاجي، لا أريد أن أذاكر أي شيء الآن. ديانا أظن أنه يجب أن نعيد كنوبا للفريق لكي تغضب هذه الفئران. أجل، أنا أظن أنها حقا تريد أن تعود. فتيات أعيدها للفريق بعد ما فعلته، بعد أن خانتني وأيضا بعد أن جلست على صديق إسماعيل. مستحيل. حسنا يجب أن تلقني كنوبا درسا ثم تعيديها للفريق لكي لا تدخل الأفكار السيئة لرأسها. إذا ديانا. بنات ماذا تقصدون بأن ألقنها درسا؟ ماذا سأفعل لها؟ مثلا اخلعي شعرها المستعار، إنها تتصرف وكأنها شقراء. وزعي منها الأشياء الجميلة. حسنا ديانا هيا افعلي هذا. حسنا فتيات هذه فكرة جيدة. إذا لندع كنوبا تعود. ودعيها تفهم كم من الرائع أن تكون مشجعة مثلنا نحن. فتيات هذه مهمة صعبة علي. ديانا. حسنا سأفكر بالأمر. لقد أكلتم كل الشيبس، يجب أن أطلب كمية جديدة. هي جوني هذا الشيبس لي. عصفوري أنت تعرف كم أنا أحب الشيبس. أيها العصفور عليك أن تستسلم. حسنا سأشرب الماء مجددا. باتريك الشوكولاتة ذوقها أفضل معك. جيجي أنا مثلك. أنتم لا أيها الثنائي الرائع. حسنا باتريك أتشعر أنك بخير بعد أن تركتني؟ كارينا أنا لا أفهم، باتريك أخذ قراره واختارني أنا، لذا اذهبي وارحلي قبل أن أنهض. جيجي أغلقي فمك. إذا باتريك هل انتهى الأمر؟ هل انتهت علاقتنا؟ أجل كارينا انتهت، جيجي منعتني من مواعدتك. جيجي منعتك؟ حسنا عندها يجب أن أخبرها بشيء. ماذا؟ باتريك ماذا تريد أن تخبرني؟ لم تكذبين؟ أنا لم أقبلك وأنت لم تقبليني. هل تبادلت من قبل؟ جيجي إنها تكذب. إن لم تصدقيني انظري لعنقه. إذا قبلتها صحيح؟ جيجي لا إنها تكذب. باتريك أريني عنقك. حسنا. سأحضر المرآة. تبا لقد سئمت من هذا الثنائي، سأحضر المرآة. جيجي جيجي لما المرآة؟ أنا أعلم أنني وسيم. أريدك أن ترى حقيقة أنك لم تقبل. ها هي المرآة، تذكر أنني لست حامل المرآة. انظر باتريك. جيجي ما هذا؟ باتريك هذه شفاه كارينا على عنقك، حتى أنك لم تلاحظ أنها قبلتك بأحمر الشفاه. اسمع عصفوري أنت شاب رائع. باتريك يوعد جيجي لكن لديه أثر قبولات على عنقه. باتريك لديه قبولات كارينا على عنقه. أجل جوني أنا الأفضل. إذا باتريك ادفع حق علبة الشوكولا ولا تقترب مني مجددا. اسمعي جيجي لا أعلم ما هذا. حضر لنا بعض الطعام نحن جائعين. حسنا التدريب اليوم كان صعبا. حسنا شباب لدي شطائر نقانقة تريدونها؟ نريد أي شيء وبسرعة. شباب أنا سعيد لأنكم عزاب، لأنني حقا سئمت من هؤلاء المرتبطين. آيس وافقك الرأي كفك، لا نحتاج للفتيات وننفق المال عليهم. ماذا قلت؟ من هو العازب؟ ديما أنت عازب، ليست لديك فتاة، أبعد يديك. ديما ماذا تفعل؟ أنا لست عازب، لدي صديقة ديانا. ليدي ديانا استدر واقرأ اسمها. ديما أنت أحمق. آيس لقد أخبرتك لدي صديقة،
ديما لا تتصرف هكذا مع آيس، يتوقف عن صنع اللاتيه لك. بقيت لدي شطيرة واحدة فقط، كيف إنها لك؟ عصفور اشتري لي المزيد من الشيبس. جولي الشيبس انتهى، وبصراحة توقفي عن جعل صديقي يدفع لك. اسمع بروفاستي، هو صديقك وأنا عزيزي، لذا لا تتدخل. بروفاستي اهدأ قليلا. آيس لم تبقى لديك أي علبة شيبس، أحضرها لجولي. بلاندي متأكدة أن هذا هو الخيار الصحيح؟ بابا لا يجب أن تفعلي. لا أفهم أبدا، هل تشكون بقراري؟ لا بلاندي. مرحبا أولاد سمايل، أتعلم أن ديانا تقوم بخيانتك؟ لا تقولي أشياء سخيفة، سمايل وديانا لديهم علاقة مثالية. يجب أن نغير ملابسنا بعد التدريب. بلاندي دعيم يا مران، الأفضل ألا تقولي هذا لسمايل. لقد سئمت منكم، اسمعوا ماذا تقولون، دعوه. ألا تصدق؟ انظر هذا، اسمع ماذا يحدث. أنا أيضا لم أفهم. اسمعي بلاندي، ما هذه المفاتيح؟ ما الذي تريدينه؟ هذه مفاتيح خزانة ديانا، خذ وافتحها عندها ستفهم. اسمع، ألا تعرفين أنه ممنوع أن تأخذ المفاتيح من خزانة ديانا؟ هيا شباب. إذا لم تنجحي ماذا تقصدون بأنه لم أنجح؟ إنه ذاهب لخزانة ديانا، الفضول سينتصر. ماكس لا أفهم الذي تحدثوا عنه. فروكس يقولون أشياء فارغة، ديانا لا تخون سمايل. اسمعوا شباب، ماذا إن كان ما يقولونه صحيح؟ حسنا أجل، أحقا تظن أن ديانا ستخفي صديقها الجديد في الخزانة؟ لا تصدقهم، لا تصدقهم سمايل، إنهم يخططون لشيء. ماذا إن فتشت خزانتها؟ حسنا أنا صديقها لا بأس. سمايل لما لا تصدقها؟ سمايل لقد كذبوا عليك. حتى وإن كذبوا سأفتحها وأفتشها. حسنا سمايل، ما المخيف في خزانة ديانا؟ فارغة، قلم، حقيبة، فروكس. لحظة، هناك عطر رجل. يا إلهي وماذا؟ في الواقع إنه ليس عطري. تبا لقد شممت هذه الرائحة من قبل. شباب هل تذكركم بشخص ما؟ لا أحد. سمايل هذا عطر فقط، ربما ديانا تستخدمه. سأتصل وأسأل ديانا. ديانا، مرة أخرى. فلا تتذكر كل شيء، لقد سئمت من كوني لطيفة. ويجب أن أضع كل واحد في مكانه. ديانا ليس الجميع، فقط كنوبا. تبا فتيات، أنا أكره هذا، لا أريد أن أكون سيئة أبدا. ديانا لا تريدين، لكنهم فعلوا. ديانا إنهم يستغلونك، هذه مدرستك. أجل لا تنسي أنها مدرستك، لكن مع ذلك يستغلونك. حسنا فتيات فهمت، سيكون الأمر صعب لكن أعدكم سأهتم بالأمر. سمايل، ألو أجل سمايل، حسنا اليوم كنوبا ستحصل على ما تستحقه. ماذا وجدت في الخزانة؟ وأخيرا استطعنا إقناع ديانا بذلك. ماذا؟ ديانا ماذا؟ فتيات لقد أخبرني أنني أخونه، هيا إنه ينتظرني قرب الخزانات. معلم مايك مرحبا، هل ناديتنا؟ أجل فعلت، ادخلوا. أجل بنات لندخل. لما تظنون أنني ناديتكم أنتم الثلاثة؟ لأننا صديقات. لا، أريد أن أعرف لما كنوبا بدل أن تقوم بالتشجيع تتسكع معكم أنتم. يا إلهي كنوبا اهدئي. معلم مايك قم بتدريس فصل كنوبا في الفصل 11، لا يجب أن تقلق حيال هذا. معلم مايك لا أفهم، هل أنت تمنعنا من أن نتسكع مع كنوبا؟ لا أفهم ما الذي يحدث. كنوبا أنت تخذلين فريق فصلي. اسمعني معلم مايك. كنوبا؟ أتعلم ماذا حدث يا معلم مايك؟ لقد طردوها. أجل كنوبا كانت حزينة، لو لم نكن نحن كانت ستبكي كل يوم. كنوبا؟ أجل كنت سأبكي. بنات لا أصدقكم أبدا، لكنني سأكتشف الأمر، يمكنكم الذهاب الآن. معلم مايك لا تصدقنا؟ أنا ذاهبة. معلم مايك، وأيضا لدينا معلمتنا الخاصة، لذا لا نحتاج لهذا الاستجواب هنا. معلم مايك لا بأس، لا تنصت لها. على ما ينمون هؤلاء الثلاثة، لا أحب صداقتهم، سأكتشف الأمر. عطر من هذا؟ عطر من هذا؟ سمايل تحكم بنفسك قليلا. عطر للرجال لا يعني أن ديانا تخونك. حقا لم يكن لديها عطر كهذا من قبل. سمايل ما الذي أخبرتني به في الهاتف؟ أي خيانة، كل شيء على ما يرام بيني وبينك. سمايل ما الذي تتحدث عنه؟ الشجار اقترب. سمايل تحكم بنفسك، إنه يعرف. ديانا ما هذا؟ ما هذا؟
ماذا يفعل هذا العطر في خزانتك ها؟ هل لديك صديق جديد؟ رائحته رائعة جداً. إذن؟ سمايل أولاً، من سمح لك بأن تفتح خزانتي؟ أنا لا أفتح خزانتك. ديانا فقط أجيبيه، إنه متوتر. إنه يشعر بالغيرة عليك. حسناً ديانا، لمن يعود الرائحة مألوفة؟ بالطبع مألوفة سمايل، فكر جيداً، أين يمكنك أن تشمها؟ ديانا نحن لا نلعب لعبة حزر فزر هنا، لمن هذا العطر؟ سمايل. ديانا ما هذا العطر؟ ناسي، الآن ستعرفين. أتعلم ماذا سمايل؟ أنا آسفة لأن ذاكرتك ضعيفة. لدي هذا العطر في حال ركبت فجأة في سيارة أجرة رائحتها سيئة، أو عندما يكون حذاء شخص ما نتن هنا. أوه نعم، وأيضا لقد قمنا برش هذا العطر قبل شهرين في خزانتك. سمايل في ورطة. تبان تبان ديانا، أنا آسف، أنا مغفل. آه لقد بدأ الشجار. أجل سمايل، أنت مغفل. آسف ديانا، لهذا قلت أنه مألوف. سمايل، أيمكنني أن أسألك سؤال؟ ما الذي جعلك تبحث في خزانتي؟ لم تفعل هذا من قبل. فروكس من أخبروني، لقد قالوا أنني سأجد شيئا مريبا في خزانتك، صحيح فروكس؟ ديانا، ما الذي يقوله؟ آه فروكس، بلوندي من أعطتني مفاتيح خزانتك وقالت أن هناك دليل خيانتك لي. بلوندي؟ أي بلوندي؟ بلوندي جائحة بنات، لنذهب إلى المقهى. رأيت سمايل، لم يكن عليك تصديقهم. سمايل، إن أردت أن توعدني في المستقبل لا يجب أن تنصت لأناس كبلوندي، يمكنك أن تسألني مباشرة. عزيزتي أنا آسف. ديانا، لدي شيء لنفعله. حسناً سمايل، سأذهب أراك. ماذا ستفعلين؟ أجل سمايل، سأذهب لأخونك. ماذا؟ كنت أمزح. حسناً بلوندي، رأيت سمايل؟ لم يكن عليك فعل ذلك. ماكس هي هذه المرة سأفوز. لا مجال للعودة. حسنا فتيات، لنذهب لنلقن كنوبا درسا. ألف لام نون صاد راء الناصر باني هو الأفضل. كنوبا هل تذوقت طعم التشجيع؟ إذا هيا. لا أريد المزيد. لا كنوبا، لا ننوي أن ننتظرك لمدة ساعة، هيا. كنوبا، لم يكن لدي شك أنك هنا، حان الوقت لنتحدث. كنوبا، لن تتحدث معك. لا بنات، أنتم ستذهبون وكنوبا ستبقى. هيا ابقي. ديانا، لا شيء لدي لأتحدث به معك، خذي أدوات التشجيع، رائحتها نتنة. هذا واضح، ارميهم على الأرض. حسنا هيا تحدثي بسرعة، صديقاتي في الخارج ينتظرانني. حسنا كنوبا، أتتذكرين من كنت عندما جئت؟ أتتذكرين أنك كنت من فروكس؟ إن لم تتذكري سنذكرك. كيف كنت؟ لطالما كنت جميلة. بالطبع كنوبا، لطالما كنت جميلة، لكنك لست بوني الآن. هيا اخلعي بدلة بوني. لم تعودي في فريقنا. كنوبا، غيري ملابسك بسرعة. لا أريد أن أعود لفروكس. كنوبا، لا أهتم إلى أين ستذهبين، لكن أعيدي لي بدلة بوني. أتحتاجين للمساعدة؟ ليالي، لقد طردوها من بوني. هذا ما تستحقه، لكنها صديقتنا. ديانا، أنت وأنا هنا الصديقات هنا. صحيح ديانا، أرجوك دعيني أشرح لك كل شيء. كنوبا، أسفة لكنني تعبت من التحدث معك. كنوبا، ليست لديك أي فرصة. اذهبي عند ديانا وليالي صديقاتك. لكن فتيات ودان، طبعا ما الذي فعلت؟ حسنا لم أعد في فريق بوني. شباب، أنا حقا أشعر بالأسف على كنوبا، لكنها السبب، ولا أعلم ما الذي سيحدث. دعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقا. وداعا وداعا.